هون أسئلة وإلها معنى، مثل وين أبوكم، مثل اسمك الحقيقي، مثل عندك حبيب، ياهي من عندكم مرتبطة، مثل يعني هواي شغلات، أسئلة كلش خاصة. هسه تخيلوا انتوا لو مكاني راح تعجبكم الناس هيجي تسألكم أسئلة؟ ثواني ولا أخلص، أنا بدي أشوفكم كل شي بالنهاية بس سويته سريع. ليش انتوا لو مكاني؟ هلا زوي حد هاي الأخت الحلوة، هسه تشوفون شو راح يطلع كل شيء حلو بالاخير. بس اكثر شيء احبه هو المسكارا، اعلي صوتي بلاعيمي دا توجع. احد عنده هاي المشكله كل ما يقعد من النوم بلاعيمه توجع وتطلع دم؟ تشوفون ايش سويت على عندك تعليقات وهاي. اشتري مسكارة جديدة، اسفة على ال هيجي زين. ماذا يبين اي شي؟ مستحيل. طب لون شعري اللون البني ما بس اريدها تنشف. وهسه وين هالحمرة؟ حمرتي وينها؟ حمرتي خليني نشوف. اجرب احط احمر تشوفون المكياج شكل حلو. هاي حط كل هنا شي يسمونه هايلايتر. هسه بدي امسح هاي بس ما عندي اي شي فراح امسحها بايدي. من شف من قلت لكم من شف. اخذ هاي الشيء الثاني. وين هذا؟ وين بيوتي بلندر مالتي؟ لا تقولوا لي وين حطيتها. وين بيوتي بلندر مالتي؟ بقى عدلتهن بما انه هسه فاتحات اكثر. حقيت يعني هيك ينطون فد شي اكثر. هنشي احسن. هنشي احسن حواج في موسى. حلو مو؟ لازم اشتري، لازم اتذكر. اسفة على الغرفة مقلوبة والبلاشر راح. قلت ليش ما حطيت اكثر؟ فهسه قلت خلي احط ويروح مثل ما يريد، بس المهم انه يبقى اكو. اجتني فكرة. تمام.